السلام عليكم أعزائي المشاهدين من قناة سمراء الفضائية، معكم الشيف ياسر صمودي من مطعم بالي المنصور. وجبتنا اليوم وجبة طيبة كتير من مطبخ الهندي، عندنا دجاج بالكلب. مكونات الوجبة عندنا دجاج طبعا مقطع مكعبات، عندنا زبدة، عندنا الثوم، عندنا البصل، عندنا تشيلي الحرة، عندنا البقدونس، معجون التوماتا، وعندنا البندورة المعصورة، عندنا البهارات البابريكا، فلفل ابيض، زنجبيل، الكركم، الكمون، الكاري، الكزبره والجرام مسالة، والكريمه بالاضافه للكريمه، وملح وفلفل والزبده والزيت. هاي عندنا الزيت اضافه للزبده، ونضيف هون الدجاج. وجبة كتير طيبة، أهلا وسهلا فيكم. منضيف هلا الملح، الفلفل الأسود. بالأثناء بنضيف لهم نحن البهارات، البابريكا، الفلفل الأبيض، الزنجبيل، كمون، كزبرة، والكاري، والجرام مسالة، إضافة للكركم. خلي تقلوا البهارات مع الزيت والزبدة. فاحة الريحة طيبة كتير الريحة، الأكل الهندي بتميز بالبهارات تبعته، وأكل مطبخ طيب وعريق معروف بكل أنحاء العالم طبعا. نضيف هون البصل، نضيف الثوم، نضفنا الزنجبيل طبعا البهارات، نضيف له التشيلي حار، طبق كتير جيد طيب. نضيف له كمان معجون التوماتو، نضيف له البندورة كمان المبروشة، طبق كتير طيب، دجاج بالكاري. عم تخليه يستوى شي 10 دقائق تقريبا مغطيه. المشاهدين هلا طبختنا تقريبا اخر شي راح تخلص، نضيف لها كريمة طبعا، أضفنا شوية ملح، وجبتنا هلا خلصت. أهلا وسهلا فيكم، رح نسكبها هلا دجاج بالكاري، نضيف لها شوية كزبرة خضراء أو بقدونس عشان الزينة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين من قناة سمراء الفضائية، معكم الشيف ياسر صمودي من مطعم بالي المنصور، وأهلا وسهلا فيكم. دجاج بالكاري مع الرز الأبيض.